دايما بقول احنا مش زي بعض، في رجال من الابراج كده تخاف على حبها قوي قوي لدرجة ان هي ممكن تبقى بتترعش كده في العلاقة فايبريشن يعني، فخلي بالكم. فمعانا بقى كل رجال الابراج من ال 12 للمركز الاول، يلا بينا. اهلا بكم، برحب باجمل ناس في الدنيا واجمل عيله، وكل سنه وانتم طيبين. ارحب بكم سريع الوضع اللي مشتركش يشترك وجيد يعرفنا بنفسه، رحب بيه وتوقعوا كل انثى تتوقع برجها او برج حبيبها او جثه او خطيبها او هيجي في المركز الكام، وتكتب انا بقرا كل تعليقاتكم. وحد اذكى شويه توقع المركز الاول، ولو انت راجل يعني قول لنا برجك تتوقع هيجي في المركز الكام في ال 12. الدلو الهوائي الرايق، الدلو ما بيخافش على حاجه، دايما الدلو كده صدقوني رجل الدلو ولا بيخاف على فلوسه ولا بيخاف قوي على، يعني عادي تلاقي الدنيا ايزي معاه والحياة ماشية دايما في اللذيذ، ويتقبل من اكتر الرجال الابراج اللي تتقبل الامر الواقع. هو ده اللي حصل وهو ده اللي كان وهو ده اللي هيكون، وما دام انا قدام نفسي عملت اللي عليا مش هندم كتير ومش هلوم نفسي كتير. اعلى منه في ال 11 القوس هواوي، مش هواوي يعني هوائي، هواوي في تفكيره وفي عقله. وابراج بتحب الحياه وابراج لذيذه وابراج ندمها مش قاسي ولا قاتل، والطقره بطقرتها زي ما احنا بنقول كده، الخبطه بخبطتها، الحال زي ما هو ماشي، حب موجود مش موجود، طب هعمل ايه انا كرجل؟ هعمل ايه؟ الدلو والقوس خلاص يعني، مثلا الحب انتهى، الحب اتأذى، نشوف حب تاني عمر اكتر. رجل العذراء او رجل عفوا الجوزاء في المركز العاشر، عشان ناخد اكتر ثلاث رجال انجاز التعبير ما اقدرش اقول عليهم في علم الفلك بتخاف قوي على حبها قوي يعني لدرجة الفزع او الرعب او احنا داخلين بقى في منطقة وسطى، يلا بينا. واحنا بنكمل كده، اقول لو الحلقة عجبتكم دوس لايك ونشير توصل لكل اصدقائنا اللي سألوا عليها وخدت التصويت الاعلى لما نزلنا حلقات واقترحنا الاسد في المركز التاسع. اولا يعني برج الاسد او رجل الاسد زي الابراج اللي سبقته كده، يحب الحياة قوي ويحب الدنيا قوي ويحب اللذاذة والظرافة والطعامة، لكن خوف لدرجة الرعب والفزع والهلع مش هتلاقيها قوي مع رجل برج الاسد. طول ما الحياه ماشيه كويسه والحب ماشي كويس، احنا الدنيا كويسه، حصل في الامور ما لا يحمد عقباها، هنعمل ايه بقى اللي حصل يعني والدنيا عايزه كده، وما دام انا قدام نفسي انا هعمل ايه وعملت اللي عليا خلاص. يعني انا عايز اقول ما دخلناش في الجد، ولكن في رجل اعلى شويه هو رجل العذراء اللي في المركز الثامن، نفس الفلسفه تقريبا، والأنثى المرتبطة بكل الرجال دي هتشعر من حين إلى آخر بعدم المبالاة وشوية تطنيش وشوية عدم اهتمام. لسه ما دخلناش احنا في الجد قوي، نعلى نوصل للمركز السابع نلاقي الميزان الهوائي، بدأنا ندخل في موضوع حلقتنا، ولكن الميزان كرجل يميل للأبراج اللي سبقته، مش برج مرعوب على حبه ومهووس بحبه كرجل، يعني الإناث تختلف بدرجة كبيرة قوي. نخش في الجد أكتر وأكتر في المركز السادس، برجي، برج الحمل، وبدأنا بقى نخش في موضوع حلقتنا، الحمل لما يحب بجد شوية كده في ندم قاتل لو حصل حاجة للحب ده، ويأزم ويعذب نفسه ويعاتب ولا لازم أأمن الحب ده بشتى الطرق، لازم أحافظ عليه، لازم أبعد عن كل حاجة ممكن تأذيه أو تضيعه. إنما الحمل وكل الرجال دي مش زي أبدا اللي في المركز الخامس، ده موضوع حلقتنا حرفيا الجدي الترابي. دي بقى الأبراج اللي تخاف قوي، تترعب قوي، تتشغل قوي، والحب يعني لا لازم نحافظ عليه، وخاف قوي على ضياعه، وخاف على الحب لو انا حبيت بجد، مش كنت بهزر او عامل نفسي بحب او واهم نفسي ان انا بحب وانا مش بحب. دلوقتي بقى موعدنا مع رباعي خط النار، اكتر اربع رجال بتترعب بتتفزع بتخاف قوي على حبها، والشاطر يتوقع ويكتب في التعليقات العقرب المائي. بدأنا نخش في المية والابراج المائية، رغم ما تعرفه عن رجل العقرب انه هو يعني راجل مزاجنجي شوية وبيحب نفسه شويتين تلاتة والدنيا بيس معاه، إلا إن الرجل ده لو حب بجد هيكون من أكثر رجال الأبراج حرصا على حبيبته وحرصا على الحفاظ
على حبه، بل ممكن نوصل ان هو عايز يحط حبيبته دي في يعني فاترينا كده او حاجة ازاز كده او الماظ وتبقى بتاعته. وهذا نوع من انواع حب الامتلاك المزعج شوية في بعض النساء ما تتقبلوش. انما العقرب اذا حب بجد من اكتر الرجال اللي تخاف قوي قوي على حبها حتى لو ما بينتش. واذا كان ده حل في الرابع، ففي برج في المركز الثالث، في رجل في المركز الثالث اعلى مرتبة من العقرب، حد توقع؟ هو رجل الطور. رغم انه ممكن يتجاهل ويتبارد ويعمل نفسه مطنش ويعمل نفسه باهت وبارد وكل ده، الا لو حب بجد ممكن يموت من اجل الحفاظ على الحب ده. والطور من الابراج اللي لو دخلت في ندم تطول سنوات وسنوات وسنوات، ويعمل المستحيل لو حب بجد بجد عشان يحافظ الحب ده على الحب ده، ويخاف قوي قوي على حبه قوي رجل برج الثور ده. في المركز الثاني رجل اشد واقوى ومن اكثر الرجال خوفا على حبها لو حبت، وهو رجل برج الحوت المائي. الرجل ده لو حب بجد، يعني انا مش عايز اقول لكم درجة الخوف بتاعته هتوصل لكام. 100% لا تكفي، مصطلح او رقم 100% يعني الفول مارك هو قفل الدرجة النهائية، ولكن برضو لا يكفي. عايزين تعبير يوصف مدى فلسفته او مدى حجم فلسفته في حاجة زي كده. بجد من اكتر رجال الابراج حفاظا وخوفا على حبها اذا حبت بجد. اما متصدر الرجال كلها هو السرطان المائي، رجل السرطان ده بيبقى عامل زي الطفل الصغير ودي مامته. رجل السرطان مع حبيبته اللي بيحبها بجد، انت ماما. تخيلوا الطفل الصغير لو مامته بعدت عنه ايه اللي ممكن يحصل له، او لو مامته حس ان هي ممكن تضيع عنه او حبها يقل ايه اللي يحصل له. بيخاف، ده بيترع، ده بيرتعش، ده بيرتبك من كتر خوفه على حبه. ولهذا بيجي معانا واحد من اكتر رجال الابراج في حلقة النهاردة. كده بقى دوركم، اكتبوا لي اراكم في الحلقة دي، يهمني جدا ان انا اعرف اراكم كرجل او كأنثى. انا بقرا كل التعليقات. قنواتنا التانية للانستجرام، اللايفات، اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، كل الروابط دي لو انت على اليوتيوب في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات. واللي بعتلي وانا اتأخرت عليه انا اسف جدا في التأخير غصب عني، وبعتذرلك وما تزعلش مني، او بعتذرلك ما حدش يزعل مني اطلاقا. وإن شاء الله موعدنا بكرة، وإلى اللقاء.